السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. اليوم الخميس، اليوم الأخير للمعرض الزراعي السعودي 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا أهلا وسهلا. اليوم في المعرض الزراعي السعودي 2022 نلتقي بالأخ الكريم أبو أحمد. مساك الله بالخير أبو أحمد. مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا. الله يرضى عليك أبو أحمد. مؤسسة تقنيات الزراعة الحديثة. تقنيات الزراعة الحديثة، مختصين بإيش أبو أحمد؟ الزراعة النائية وتجهيز البيوت المحمية الصغيرة وكبيرة لاكتفاء الذاتي للمنازل. نعم. طيب، البيوت المحمية تفصيل حسب الطلب ولا جاهز عندكم ولا كيف؟ لا، على حسب الطلب، على حسب المواصفات اللي يبغاها داخل البيت المحمية. والأنظمة تبع الزراعة المائية أيضا موجودة؟ مثل الألف للياء، جميع طلبات الزراعة المائية بإذن الله. طيب أبو أحمد، نبغى نشوف عينات مثلا. هذا إيش أبو أحمد؟ هذه مناظر داخلية، هذه في المداخل أشياء زينة اللي يسمونها شتلات داخلية. نعم، هذا النظام الجداري هذا. تمام، هذا النظام الجداري، وهذا النظام البايبات. البايبات هو نظام الأوراق الورقيات، خس، كبير، بقونس، كزبرة، ما شاء الله. يا سلام. طيب، طريقة عمل النظام عبارة عن خزان نعم، وطرمبة تدفع المويه 3 مرات 4 مرات في اليوم، يعني خزان هنا والماء. نعم، عشان الطريقة هذه. نعم، حاطي له قسام بحيث انه يولد الاكسجين اذا كانت واقف عليه. اذا كان الشتلات كبيرة يحتاج يصير. نعم، حركة الموية تولد الاكسجين. تمام، والماء يطلع الى الاعلى. نعم، وبعدين ينزل من هنا. يمشي في البايب، ينزل من هنا بالنظام هذا. لحد ما يرجع في الخزان. نعم، ممتاز. ايضا من الانظمه هذه الاشكال الداخلية منزلية، بحيث انها تصير بدل ما كانت التربة صارت بالزراعة المائية، بحيث انها تعيش اكثر مدة. ما شاء الله. وهذه انظمة ثانية، انظمة ورود برضو داخلية، ونفس النظام يستعملونه في زراعة الفراولة زي ما هو موجود. طيب، بنشوف الجهة الثانية الان. هذا ابو احمد، هذا بالنسبه لزراعه الفراوله، يعطيك 4 شتلات في كل حوض، نظام داخل حق بيت حاجه زي كذا، لكن اذا كان مشاريع كبيره يصير اكثر ارتفاع واكثر انتاج. يعني الان عندنا 1 2 3 4 5 5 × 4 ب20 شتله. طبعا على حسب اللون اللي يطلب الزبون، يصير ابيض او بيج. الالوان متعدده موجوده. وهذه طريقه الري، هذا حجر بركاني. تاس. طيب، في انظمه اخرى يا ابو احمد؟ اي نعم، في انظمه اللي هي هذه تبع التمريات، اللي داتش باكيت. داتش باكيت نظام بسيط، هذا زي هذا حسب للثمريات. للثمريات، طماطم، خيار، كوسه، باذنجان. هذه باذنجان والزهرة جاهزة. طيب، نبغى نقطف واحدة ونضبطها الليل عشاء يا ابو احمد. يا مرحبا. ها؟ طيب، هذه انظمة الداتش باكيت، وسط الزراعي، حجر بركاني وبير لايت، خزان تحت هنا. النظام هذا كم قطعة يا ابو احمد؟ تشبكت قاعدة، خزان، مضخة. الخزان هذا يقعد 1 2 3 4 5 × 2 10، 5 من هناك وخمسة من هنا. الخزان 60 لتر يكفيه لمدة 2 إلى 3 أسابيع. 60 لتر؟ نعم، يكفيه تقريبا 2. جميل. نعم، ممتاز جدا. هذا فلفل؟ الأزهار موجودة ما شاء الله.
طيب ابو احمد، انا اشوف هنا العبوات هذه، ايش العبوات هذه؟ الأملاح اللي تضاف في الخزان بحيث أنها تصير بالنسبة للثمريات 1500 وبالنسبة للورقيات تصير 1000، بحيث أنها تصير تعطي الأملاح والسماد للشتلات. يعني هذه فيها موجودة أسمدة وراح تضاف للخزان الماء الري العادي، ترتفع الأملاح يستفيد النبات. أي نعم. وفيه النظام الثاني اللي هو السمكي، سواد سمكي، هو واحدة تضيف فيها الخزان بحيث أنها تصير 1500 للثمرية. ممتاز، يعطيك العافية أبو أحمد. أبو أحمد سعدنا بلقائك، الله يحفظك. شكرا لك أبو أحمد، بأمان الله. شركة قطاب الأردنية للبيوت المحمية. معانا الباشمهندس حسين. باشمهندس حسين حياكم الله. الله يحييك يا الله. ما شاء الله، ايش الاعمال اللي موجوده عندكم في الشركه؟ الله يبارك فيك. انا طبعا بعرف عن نفسي، انا حسين ابو حمديه. احنا شركه قطاف الاردنيه للاستثمارات الزراعيه. شغلنا بالبيوت المحميه، بصناعه البيوت، الهياكل البيوت المحميه. طبعا البيوت المحميه لما نتكلم مستلزماتها، بالاضافه الى عندنا مواد عزل اللي هي ماده حمايه اللي اسمها ماده قطاف الحمايه الصيفيه. نعم. هذه تعمل على خفض درجات الحراره داخل البيوت المحميه وتطيل في عمر التغطيه البلاستيكيه، بالاضافه الى انظمه الهيدروبونيك والاستثمارات الزراعيه بشكل عام. نعم، انظمه الزراعه المائيه اللي عندكم متعدده او نظام واحد؟ نعم، لا انظمه متعدده. طبعا في منها يعني في اشياء تيجي على، يعني مثلا في نظام يجي خلفك دكتور، يجي على شكل زي خلينا نقول ترفيه كذا، ينحط في بيوت جمالي يعني. نعم. وفي منها بالاضافه الى الصور اللي موجوده هنا. نعم، جميع هذه جميع الانظمه هذه موجوده عندك. نعم. طيب بالنسبة، لو تكلمنا يا باشمهندس عن المادة العازلة أو المادة الواقية أو البيوت، مادة قطاف الحماية الصيفية. نعم، مادة الحماية هذه. نعم. المادة تنفع للبلاستيك؟ المادة تنفع، هي تطيل بعمره الافتراضي للغطاء بشكل عام، مش شرط البلاستيك أو فيبر أو بالكربونات. هي بالعكس كل مكان يعني غطاء سميك، غطاء لا اقل يعني قابل للشفافيه اكثر، تعطي نتائج اعلى. يعني اذا كان فايبر تعطي نتائج اعلى من البلاستيك، واذا كان بوليكربونات تعطي نتائج اعلى واعلى. جميل. واحنا الحمد لله شغالين منها كميات جيده جدا بفضل الله، يعني في المملكه العربيه السعوديه باذن الله. يعطيك العافيه باشمهندس. الله يبارك فيك وتشرفنا فيك يا دكتور. الله يرضى عليك. شكرا يا حبيبي. الباشمهندس وليد الحسيني، اهلا بيك ابو زاهر. ازيك باشمهندس؟ نورتنا يا باشمهندس. نورتنا ابو زاهر، اهلا بيك. الله يخليك باشمهندس. جميع الزراعات المائيه اللي عندنا الاغلب منها بالاسمده الكيميائيه او المعدنيه، المحليه عندكم ايش؟ لا احنا عندنا حاجه كده هي تعتبر هديه للناس. الناس طبعا تعرف انها دلوقتي بترجع للخلف، يعني الخلف اللي هو الزراعه النظيفه اللي من غير اي كيماويات. أيوة. والناس عايزه تاكل وتشرب وتطمن انها بتاكل بشكل امن. نعم. فاحنا عملنا الناس زي ان صح التعبير هديه. تمام. الهديه هي ان احنا مسجلين 4 منتجات للزراعه العضويه، من الزراعه العضويه للزراعه المائيه. يا سلام. يعني محاليل مائيه مصرح باستخدامها في الزراعه العضويه وموثقه للزراعه العضويه. ما شاء الله. عندنا تركيب مختلفه زي ما انتم شايفين، مركب 7-5-4، وطبعا استخدامه معروف، ده نيتروجين عالي، فوسفور اقل شويه، بوتاسيوم اقل شويه. يعني ليه بعد كده عندنا مركب 9-2-2، وده نيتروجين عالي، وبعد كده فوسفور اقل وبوتاسيوم اقل. وعندنا مركب اخر 4-12-5، وده بنسميه فوسفور عالي وبوتاسيوم اقل ونيتروجين اقل. بعد كده عندنا 5-5-14، وده بنسميه بوتاسيوم عالي. عالي. دي كلها محاليل بتستخدم للزراعات المائيه تبعا للظروف اللي النبات بتاعك فيها. يعني انا ما فيش حاجه اسمها برضو، عشان كنا سالنا السؤال ده ابو زاهر، في المجموعات الزراعيه عندك طبعا المعروفه، ان في ناس بتقول لك اديني الاستاندر او اديني برنامج تسميد. مفيش حاجه اسمها يا جماعه برنامج تسميد ستاندر. برنامج التسميد بيتم وضعه تبعا لظروف النبات وتبعا للمتوسطات. يعني احنا ما نقدرش اقول لك برنامج معين، لا، حضرتك بتشتغل بناء على توجهات بتشوفها النبات ماشي عندك ازاي، والمحاليل بيتم ادارتها حسب المهندس او الممارس او اللي بيزرع في البيت. وعايزين نقول انها مركبات امنه تماما، تقدر تستخدمها وانت امن بدون اي نوع من التعب او اي متوقعات كيميائيه او مواد ضاره. ممكن يا باشمهندس توضع في خزان الري، وممكن ايضا رش ورقي. طبعا. ايوه، الله ينور عليك. دي من ضمن سماتها انها في الاخر، انت عارفين احنا عارفين كويس قوي القاعده الاصيله اللي بتقول ان التسويد ممكن يكون عن طريق الجذر،
او يكون عن طريق الاوراق، ولكن ناخد بالنا ان الاضافه الارضيه بتساوي على الاقل من 3 ل 4 مرات اضافه ورقيه، ناخد بالنا من ده. نعم. يعني ان اللي تديه للنبات، لان الاصل في النبات هو الامتصاص عن طريق الجذور. نعم. وبعد كده يعني حديثا تم اكتشاف ان يجوز ان احنا ندي للنبات الاسمده والاحتياجات عن طريق الاوراق، ولكن بثلاث او اربع مرات يعني عشان يبقى مماثل للتسميد الجذري. نعم. يعطيك العافيه يا باشمهندس. الله يعافيك يا ابو عبد. شكرا جزيلا ابو زيد. شكرا.